عودة للتصريح أو الإعلان الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا بات وباء عالميا، وماذا يعني ذلك؟ ينضم معي عبر الهاتف دكتور عبد الله القيسي، أستاذ علم الفيروسات المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان. مساء الخير دكتور عبد الله. مساء الخير أخو جمال، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. الله يحييك دكتور. ماذا يعني أنه اليوم منظمة الصحة تعلن أنه فيروس كورونا بات وباء عالميا؟ نعم، خلينا بدأ نعرف إيش يعني وباء أو جائحة. طبعا جائحة تطلق حين عندما ينتشر الأوتبريك أو التفشي إلى أكثر من دولة ويستمر انتشاره بكفاءة في دولتين، بشرط أن تكون هذه الدولتين في أكثر من قارة أو أكثر من دولتين. طبعا وهذا ما حصل مع فيروس كورونا الجديد. في الوقت الحالي هناك أكثر من تفشي نشط في انتشار في المجتمع أي بين البشر في قارة آسيا على سبيل المثال، في إيران وفي أوروبا في أكثر من دولة منها إيطاليا، فرنسا، الدنمارك. اليوم أيضا حالات كثيرة جدا غير معروف مصدرها. بالتالي منظمة الصحة العالمية عندما تصل الحالة إلى هذا المستوى ويصعب التحكم في المرض تبدأ في إطلاق وصف وباء للتقليل من أثاره بدل إيقافه والتحكم فيه. طيب هل هذا يفرض اليوم إجراءات معينة؟ يعني في إجراءات فردية من قبل الدول، في تعاون طبعا، في تنسيق مع منظمة الصحة العالمية. القصد هل هناك إجراءات إضافية باعتقادك يمكن أن تتخذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الدول؟ نعم، طبعا منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أكثر من شهر أو في نهاية شهر يناير بعد أن وصل التفشي في الصين إلى مستوى كبير جدا، أعلنت ما يسمى وصفت التفشي بأنه وصل إلى مرحلة الطوارئ العالمية التي تستدعي القلق لجميع الدول. طبعا هذا الإجراء تم من أكثر من شهر ويستدعي كل الدول باتخاذ ما يحتاج من احتياطات لحماية لمنع الفيروس من الوصول إليها. وفعلا بدأت جميع الدول بما فيها المملكة العربية السعودية من هذاك التاريخ باتخاذ إجراءات صارمة جدا للحد من وصول الفيروس. دول كثيرة اتخذت نفس الإجراء، منها إيقاف السفر، إغلاق الحدود، عزل المدن التي ينتشر فيها الوباء. أما إعلان الوباء أو الجائحة الذي تم في مساء البارحة هو فقط لجعل الدول التي لم تتحرك بعد أو أيضا الدول التي تحركت ولكن لم تتخذ إجراءات صارمة بتعجيل بهذه الاحتياطات تطبيقها على أقصى مدى. طبعا لا يوجد وصف أكثر من وصف جائحة وباء في حسب منظمة الصحة العالمية، لذلك على كل الدول الآن اتخاذ أقوى السبل والاحتياطات لمنع انتشار أو تواصل انتشار الفيروس. ولكن كما ذكرت منظمة الصحة العالمية اعتبرت أنه احتواءه الآن صعب ولكن بالإمكان منع انتشاره حتى لا يتسبب انتشار في المجتمع بكفاءة كما حصل في إيران أو إيطاليا حاليا. دكتور، يعني من واقع عملك كأستاذ العلم الفيروسات، هذا النوع من الفيروس هل هناك حالات مشابهة يعني سبق أن مر بها العالم؟ طبعا احنا عندنا مراحل كثيرة، الإنفلونزا الإسبانية وغيرها 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 من الأوبئة. السؤال، هذا الفيروس، هذه التركيبة التي تسمح له الانتشار بشكل سريع، هل سبق أن واجهها العلم قبل ذلك؟ نعم، بس خليني أوضح نقطة. طبعا وصف جائحة أو وباء لا يعني أن الفيروس أصبح أكثر ضراوة وأكثر فتكا بالناس، ولكن يعني أنه أصبح أكثر انتشارا فقط. هذا لا يعني أن الفيروس، أنا صراحة قريت أكثر من تعليق أن الفيروس أصبح أكثر ضراوة، تعرض إلى تحوص، أصبح أكثر قتلا أو فتكا. لا، طبعا مصطلح وباء يعني يخص فقط انتشار الفيروس وليس ضراوته. فيما يتعلق بوباءات سابقة، طبعا آخر وباء انتشر تقريبا لمعظم دول العالم كان وباء إنفلونزا الخنازير في عام 2009، وهذا آخر وباء وصف الجائحة. قبل ذلك طبعا فيه فيروس سارس في عام 2002، وهذا ينتمي أيضا لنفس العائلة ل 2003، لنفس عائلة فيروس كورونا الحالي. طبعا في فيروسات إنفلونزا سابقة في بداية من إنفلونزا الإسبانية، ثم إنفلونزا هونغ كونغ، وأكثر من إنفلونزا كانت هي أكثر الفيروس التي تسبب وباءات. الآن منذ 2002 دخلت عائلة فيروسات كورونا تسبب وباءات، طبعا هذا الوباء الثاني. فيروس ميرس أو متلازمة الشرق الأوسط التي انتشرت في السعودية أيضا تنتمي لنفس العائلة ولكن لم تصل لمستوى جائحة أو وباء، بحيث لا تم السيطرة عليها. حالات كانت محدودة وفي مناطق محدودة ولم تصل إلى
وباء كما حصل مع فيروس سارس أو فيروس كورونا الجديد. دكتور، وش العلاقة اليوم بين الفيروس وعمر الإنسان؟ هل هناك علاقة؟ على سبيل المثال إذا كان هناك دول تبلغ مثلا نسبة المسنين فيها اللي فوق عمر 60 نسبة عالية، ودولة أخرى فيها نسبة الشباب نسبة عالية، هل هناك فارق في 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 انتشار الفيروس؟ هل يمثل هذا فرق؟ طبعا حسب ما ينشر من الصين طبعا، وهي أدت صراحة شغل يعتبر علميا كبير جدا في إبلاغ العلماء والمهتمين بما بخصائص الفيروس إلى اليوم. طبعا معظم النشر العلمي من الصين الآن يبين أن الفيروس لا يفرق صراحة في انتشاره بين بالعمر، ولكن الفرق أنه كبار السن أو الأشخاص الذي لديهم مناعة أقل أو أمراض مزمنة هم أكثر عرضة لـ outcome أو لـ ما يسمى بـ يعني تكون حالته أسوأ، يعني كبار السن هم أكثر عرضة لتطور الحالة إلى خطيرة أو وفاة، ولكن الشباب أو حتى الأطفال إلى الآن حسب ما ينشر من الصين تكون الإصابة من طفيفة إلى متوسطة، ولكن لا تتطور كثيرا إلى 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 حالة خطيرة أو وفاة. شكرا جزيلا لك. لماذا إلى الآن؟ شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الله القيسي، استاذ علم الفيروسات المساعد بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة جازان. فاصل ونعود.